في السياق، أعلنت وزارة الصحة إجراء نحو 16,200 فحص للكشف عن فيروس كورونا. قالت الوزارة في آخر إحصائية لها أن تلك الفحوصات أظهرت تسجيل 41 حالة قائمة جديدة، منها 10 حالات لعمالة وافدة و24 حالة لمخالطين لحالات قائمة و7 حالات قائمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالة وفاة. أشارت الوزارة إلى تعافي 26 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 237 حالة.